حسن وقناة بيور فودز. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا، وصفة مصرية أصيلة، القلقاس اللي بالسلق الأخضر. طريقته سهلة جدا وهتعجبكم جدا، ومعظمنا كمان خزناه في الفريزرات، ويعني طريقته سهلة قوي في العمايل، مش هتاخد منك وقت خالص. بصوا، انا جبت حله بايركس وحطيت فيها الشوربه بتاعتي. هتبداي القلقاس، صح؟ ابداي من الشوربه. بصوا، دي شوربه فراخ بلدي. بصوا بتبقى عامله ازاي، دسمه وجميله جدا، ودسم طبيعي، مش ما فيهاش اي حاجه، يعني حاجه كده طعم ولون وتست وكل حاجه حلوه. هنزل بيها بالقلقاس على طول. انا بصوا مطلعه من الفريزر، يعني بطلع من الفريزر بحطه في الشوربة على طول، ما بياخدش وقت خالص في السوا. لو القلقاس حلو، يعني لو القلقاس حلو مش بياخد وقت خالص في السوا، لو مش حلو بيبقى ناشف وبياخد وقت في السوا جامد. انت طبعا بتنقيه القلقاس المدور الصغير ده بيبقى حلو معاكي، القلقاس الطويل ده بيبقى ناشف وبياخد وقت في السوا. بصوا شكله جميل جدا، مش قادرة اقول لكم الريحة بتاعته عاملة ازاي، روعة. القلقاس اللي ممكن تقدميه مع رز بالشعرية، رز ابيض، يعني بيناسبه اكتر من حاجة، وممكن رز الوان برضو، ما فيش مشكلة، مش هقول لك لا. يعني تقدمته سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. وممكن تعملي جنبها ممكن كفتة رز، لو حابة تعملي صنف تاني من الطبيخ، ممكن تعملي كوسة مثلا، بطاطس لأ عشان هو من شبه فصيلة البطاطس كده، فمش هيبقى ظريف انك تعمليه مع البطاطس، فاختاري حاجة بعيدة شوية عن البطاطس هتليق عليها جدا. بصوا البايركس لما بيكون بيغلي انا بعشقه، وهو استعماله رخم وصعب شوية وحساس جدا، بس انا بعشق بقى اللحظة دي لما بلاقي الاكل بيبدأ يغلي فيه، بحب اتفرج عليه جدا. هسيبه يسلق براحته وارجع لكم تاني. طبعا السلق بتاع القلقاس بتبقي مجهزاه من قبل كده ومفرزاه في الفريزر. لو مش مجهزاه او مفرزاه في الفريزر، بتشتري سلق لوحده وخضره محشي اللي هي البقدونس والكزبره والشبت، وتقطعي كله مع بعض وتخرطيه، بعدين تخرطيه بالمخرطه عشان تنعميه، وتنزلي فيه معلقتين سمنه في الطاسه زي ما احنا شايفين. بصوا انا مفرزاه في الفريزر، فهو وهو متجمد بطلعه على طول على الطاسة مع مكعب زبدة وبقلبه كويس جدا. طبعا لو بنفرزه بنحط حبة كركم صغيرين جدا عشان تحتفظ معايا باللون الأخضر بتاع السلق. ريحة السلق جميلة جدا، وبتبقى بصراحة بتدي لون للقلقاس روعة. انا بحب احمره قوي في الزبدة او في السمنة او في اي حاجة انتوا بتحبوها، عشان يديني لون حلو للقلقاس. ما ينفعش احطه كده فاتح، بحس ان هو ني، هو فعلا بيكون ني، فلازم تحمريه كويس في السمنة او في الزبدة زي ما انت عايزة. طبعا بكون مجهزه الثوم ودقاه مجهزاه، عشان بعد ما بشيل السلق بحط مكانه الثوم على طول. بصوا كده بدأ يغمق معايا ويتسبك. لازم يستوي قوي لان هو بيبقى خضره نيه، فما ينفعش طبعا ان احنا نحطها كده، وما ينفعش ان احنا نحطها من غير ما تتسبك كويس، عشان حتى تديني طعم حلو، يعني تديني طعم ولون حلو. بصوا غمقت ازاي، انا كده خلاص خلصتها. هبدأ بقى انزل بيها على القلقاس. بصوا
هقلبه بقى كويس. لونه جميل جدا، اللي هو لونه فستق الفاتح ده، حلو قوي. هنزل بقى بالثوم في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها السلق، ومع حته زبده، وهقلب. في ناس بتحب الكزبرة الناشفة زي حالاتي، بحب احطها في طشة الثوم سواء بتاعة الملوخية او القلاص. في ناس ما بتحبهاش فممكن تستغني عنها، بس انا بحبها جدا، وبجد بتفرق معايا جامد جدا في وصفة القلاص. يعني لو انت بتستعملي الثوم بس في الطشة بتاعة القلاص، انصحك انك تستخدمي معاها كمان الكزبرة الناشفة. زي ما انتم شايفين بتدي ريحة وطعم ملوش حل، يعني الريحة بتاعته بتقلب لي فعلا البيت بمعنى الكلمة. وما تقلقيش ابدا ان الكزبرة تغمق عادي، على فكرة هي الطبيعي بتاعها ان هي تغمق، بس بنحطها قبل ما الثوم يكون داخل على سوا على طول. انا كده خلصت، هبدأ بقى انزل بيها على القلقاس. بصوا روعة التقلية، انا من عشاق التقليه، يعني انا ممكن اقعد طول اليوم اقلي في فولاذ وملوخيه. بعشق الطشه بتاعه التقليه دي جامد جدا. هنزل ببقيه الطشه، وبعد كده بقى هقلب كويس وابدا بقى اقدمها لكم. بصوا اللون بتاع القلقاس جميل جدا ازاي. طبعا تقديمه سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، طبق بس يكون غويط شويه، وبتحطي فيه القلقاس. ممكن لو مش هتعملي جنبه اي حاجه خالص، ممكن تعملي جنبه بتنجان مخلل او صلصه، او سلطه، سوري، سلطه بابا غنوج، هتبقى طعمها حلو قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو لسه مشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت اشوف تطبيقاتكم في الكومنتات، وهتوحشوني واشوفكم على خير.